السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مفاتيحه نعم لله. في كل جلسه كنلقاوك مفاتيحه، وفات الشمس وفات الصاد دائما مفاتيحه. غتبقاي نعم. معاه لاخر رمق، الى اخر رمق، واخا يكونوا هزيني في المحمل، لان الخدمه اللي قدم ليا سي يوسف وهي انه جا عندي دق عليا وانا تنقطع حوايجي بالحراره ديال القناه اللي مشات ليا، اللي خدمت عليها 10 شهور، شديت فيها في الشوط وشديت في الحيوط، شديت في العافيه باش يبانوا الناس انا كفيفه، ما عمرني فرقت ما بين الليل والنهار. سي يوسف رد ليا الفرحه وافتح ليا قناه، افتح ليا قناه، افتح ليا قناه سي يوسف، وقال لي ما نبقاش انا يوسف الزروالي الا ما رديت لكش الفرحه وما مسحتش دموعك ورديت دموعك دموع فرحه. نعم سمعتي نعم. سمعتي السي اللاله فاتحه، امي فاتحه، وتيبوس راسي وتيتكلم معايا امي فاتحه. امي فاتحه كنعرفوا ان الانسان ملي كيكون كفيف كيكون عنده واحد القلب واحد الحاسه السادسه طبيعه الحال. طبعا داك القلب شنو قال لك؟ شنو الحدس ديالك القلب على يوسف الزروالي؟ اول مره فاش نسمع التليفون اللي صنع ليا في الصدمه هو سي يوسف، قال لي السلام عليكم مي فاتحه لاباس؟ قلت له مرحبا. قال لي معك يوسف الزروالي. قلت له اسمح لي الله يجازيك بخير، واش انت شي واحد من طرفه؟ حيت لي تنعرف انا تنعرف سي يوسف تعيش خارج المغرب، وكتبت واتصلت وعاوني الناس باش ندير تعبئه وبنيش. مي فاتحه انت كانسانه كفيفه ارتحيتي ليه؟ الشعور اللي حسيتي من جهته؟ سمحي لي نكمل عفاك نعم. الكلمه ديالي انا مريضه وخصني نشرب الماء عاد نهضر. واخا مي فاتحه خذي راحتك خلي عندك سكينه. اللي عرفت هو ان سي يوسف مني جاوبت على التليفون قلت له سمح لي واش شي واحد من طرفه، حيت تنعرفو هو عايش خارج المغرب ما كاينش. قال لي لا معك يوسف الزروالي بنفسه مي فاتحه. وفاش لقيتو لقيتو انسان متواضع، لقيتو انسان حنا وباس ليا راسي، رغم الشباب ديالو رغم القيمه ديالو تواضع مع هاد الانسانه اللي هي كفيفه. ومرحموهاش الناس مرحمونيش. مازال ما ردوا لك القناه امي فاتحه؟ ما ردوليش، فقط بالمبادره ديال السي يوسف هو اللي يفتح ليا قناه وحده اخرى، هو اللي يفتح ليا قناه وحده اخرى. ما تجاتيش السلطات الشرطه؟ دائما القضيه باقا في يد سي يوسف. سي يوسف اللي يفتح ليا الحساب البنكي، سي يوسف اللي دير ليا شكايه عند رجال الشرطه، سي يوسف اللي سمعني الصوت الانسان اللي سرق ليا القناه اللي قايل فيها انا هو فاتحه، انا هو فاتحه التويز، عاونوني وكثروا من الصلوات. السيده امي فاتحه واش قريب لك من العائله اللي سرق لك القناه؟ هو من مدينه تارودان. ما كتعرفيش امي فاتحه؟ عمري ما عرفته حيت انا ما تنشوفش باش نقرا، لا اللي دار كومونتير ولا شي حاجه. انا اللي عرفت ان سمعت صوته اللي سمعوا ليا السي يوسف وقال له ما غاديش نتفارق معاك طالما انك ظلمتي انسان، انك ظلمتي انسانه اللي عمرها ما فرقت ما بين الليل والنهار. انا معاك انا معاك. ولكن شو تقدري تقولي لهذا اللي سرق لك القناه امي فاتحه؟ نكمل اللي نعم. مهم خصني نكملو. فاش ربما تبعوه ناس من المدينه ديال تارودانت اللي تنحييهم من هذا المنبر واللي جاوا صفي وما تنعرفهمش، قالوا له علاش طعنتي انسانه كفيفه؟ علاش مشيتي عند انسانه مكفوفه اللي خدمات وتعبات وشقات؟ قال لهم انا ما سرقتهاليهاش، انا شريتها ب 40,000 ريال. قولوا لي وبالله عليكم من هذا المنبر واش كاينه شي قناه ديال انسانه مكفوفه واخا غتكون تتبع بملايين الدنيا؟ ما تطعنيش يا اخي، ما تطعنيش، ما تطعنيش الله يجازيك بخير. علاش طعنتيني؟ علاش؟ ياك ما لقيتيني لا تنسعى ولا في شي ركنه ولا حدا شي جامع ولا حدا شي حمام، انسانه خدمت بكتافها بافكارها وشديت في الحيط وما خليت فين ما درت ومشيت. وهنا الله يجازيكم بخير. مي فاتحه هذا اللي داها لك واش باعوها له؟ اه باعوها له. ولكن هذا اللي باعها له واش شي واحد من العائله ديالك؟ الله اعلم الله اعلم. اكيد شي واحد قريب كيعرف الكود ديالك. شوفي ما كاين الله اعلم، هذا الشيء تيبقى مساله لان اللي مكفوف ما عمره ما تيشوف، ما عمره ما تيشوف لا اللي عرف الرقم ولا لا. اللي مهم عندي الله يجازيكم بخير خليني ندير الرقم الله يعطيك الستر. نعم هو ناصب على صعب الزروالي ام هبه صاحبه ولد نفس القناه ديالو نفس دار فاتحه القناه.
هذا الصاب كيدخل للقناة. اللي مهم اللي مهم الله يعطيك السر. نعم. اللي مهم خليني ندير الرقم ديالي. ديري الرقم ديالك. السر باش يتعاطفوا معايا الناس. ديري الرقم ديالك أمي فاتي. باش نخسر هاد القناة، واخا نخسر هاد القناة نربح حب المغاربة. رقمي أنا هو 06-00-24-14-52 06-00-24-14-52. تنقول لكم في آخر الكلمة رحموني يا المغاربة، تواصلوا معايا، ما تنساوش أمي فاتيحة، حيت هذه هي الجلسة الأخيرة اللي نتمناو فيها الفرج للسي يوسف الزروالي. يبقى معك ولدي إلى آخر العمر وتبارك الله عليكم. ما جاوبتيناش أمي فاتيحة على واحد النقطة مهمة. أنت ككفيفة وعندك واحد الحاسة السادسة. نعم. شنو كتحسي من جهة يوسف الزروالي؟ إحساس كله خير، إحساس أنه رد لي السعادة، إحساس أنه مسح دموعي. وهاد الناس اللي كيظلموه كيقولوا عليه نصاب. أنا ما تنسمح لهم لا دنيا ولا آخرة، حتى أنا راهم تيهدوني ليل ونهار وتيقولوا لي ما تضامنيش مع نصاب. ما هذاك راه احنا اللي غادي نساعدوك، احنا اللي غادي نعاونوك، ولا ما بغيتيش تعطينا الرقم اذا راكي حتى انت بحالو. حتى انا راه ما رحمونيش، حتى انا اللي جالسه في الكنا راه ما تيرحمونيش. الله يجازيكم بخير. انا تنقول لكم من هذا المنبر سي يوسف الزروالي شريف وغادي يبقى شريف، ودائما دام الحق ودام التأييد لهذه الامه المغربيه. وتبارك الله عليك.